أبدأ النقاش معك سيد بوكتايا. الإضراب الذي انطلق يعني يوم الاثنين الماضي وصلت ذروته تحديدا حسب المراقبين الجزائريين في منطقة القبائل الأمازيغية تحديدا. لماذا هذه المنطقة وما تفسير ذلك من وجهة نظرك؟ تحية لكل المشاهدين. أولا، الجزائر هي بلد الحريات والتعدد السياسية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي دولة مؤسسات. وما حدث في بعض المناطق وخاصة في ولاية بجاية، أولا وجه تحية لكل مواطني ولاية بجاية الذين لم ينساقوا وراء هذه الأعمال التي القانون يمنعها، والجزائريين الذين مروا بفترة 10 سنوات صعبة يمقوطون العنف ويطلبون الأمن، وتأكدوا أن الأمن والسلم والاستقرار هو الطريق إلى تطور الجزائر ونهضتها. وفيما يتعلق بغلاء المعيشة سيدتي، أولا فخامة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني أعطى أمر إلى الحكومة عشية مناقشة قانون المالية في المجلس الشعبي الوطني بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعدم رفع أسعار المواد الأساسية المدعمة من الدولة. وكذلك أن رئيس الجمهورية قال بأن عملية التربية والتعليم من الابتدائي إلى الجامعة إلى بعد التدرج والسكن والصحة وشق الطرقات وتكملة المشاريع التي تعمل على تطور الجزائر في ميدان التنمية لا تتوقف، والجزائر ليست في أزمة اقتصادية وليست في أزمة اقتصادية. القدرة حتى كيف تفسر مقاله كيف تفسر مقاله صندوق النقد الدولي؟ كيف تفسر إذن العجز في الميزانية لدى الجزائر؟ كيف تفسر إذن الإجراءات التقشفية وزيادة الضرائب ورفع الأسعار خاصة على المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية؟ يعني هذه التقارير هي من الحكومة الجزائرية وأيضا من مصادر خارجية، فلماذا لا يوجد أزمة؟ كيف؟ أولا، في وضع الأزمة المالية على المستوى الدولي، كثير من دول العالم حتى الغنية أعادت النظر في رسكلت اقتصادها وتكييفه مع الوضع الاقتصادي الدولي العالمي الجديد. ثانيا، لا يوجد هناك تقشف في ميزانية الدولة. الدولة وضعت برنامجها المالية سنة 2017 على 50 دولار، وأخذت بعين الاعتبار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في المواد الغذائية الأساسية، في ميدان التعليم، في ميدان الصحة، في ميدان مواصلة بناء السكن الاجتماعي، في ميدان دعم القروض للفلاحة، إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي عام 2017 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة للشباب. إذن لا توجد أزمة والإضراب غير مبرر، سيتم إنجازه إلى جانب 350 فقط لكي أكسب مؤسسة. الوقت نعم، إذن أفهم من حضرتك لا يوجد أزمة والإضراب غير مبرر. أنا من هنا أقول نعم. سيدتي، أوجه تحية إلى كل مواطني ولاية بجاية الذين لم ينساقوا والذين تأكدوا بأن العنف وتقصير الممتلكات الخاصة والجامعية ليس من مصلحة أي واحد. وأوجه تحية إلى مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذين ساهموا في عملية احتواء ما يحصل، وقد تم احتواء هذه الظاهرة. والجزائر راهي بخير، فخامة الرئيس يوارس مهامه. الجزائر بخير، لا أزمة اقتصادية. الجزائر ليست في أزمة اقتصادية. أتحول إلى السيد محمد العربي زيتوت. أرحب بك، انقطع الاتصال في البداية وعدت معنا، يا هلا. السؤال الذي يطرح الآن، ضيف السيد بوكتاي يقول لا أزمة اقتصادية، ضيف السيد عيسى رحمون استمعت إليه هناك نوع من الغضب الشعبي وتحديدا من فئة الشباب. يعني الوضع الاقتصادي والمشهد العام كيف تقرأه؟ ومن وجهة نظرك إلى أين سيأخذ الجزائر في ظل يعني المع والضد فيما يتعلق بهذه الإجراءات؟ تحياتي لكم. المشهد العام في حقيقة الأمر هو مشهد ينبئ بوضع بائس جدا، لأنه الجزائر التي دخلها أكثر من 1000 مليار دولار في 15 سنة الماضية، عندما كانت أسعار البترول تقترب حتى من 150 دولار للبرميل الواحد، لم تستطع حتى بناء مستشفى يعالج فيه الرئيس أو كبار المسؤولين الذين يذهبون تقريبا بشكل دائم وشبه يومي إلى المستشفيات الغربية والمستشفيات الفرنسية على وجه الخصوص. هذا كمثال. الطرقات عندما تنظرين إليها فإنك ستجدين أن الطرقات متهرية جدا، وكأننا في بغداد. عندما تنظرين إلى المدارس فإن كثير من مدارس غزة أحسن من مدارس الجزائر. طبعا لا أقول كل المدارس، ولكن بعض المدارس في وضع مزري ومزري جدا. الأوضاع حقيقة سيئة جدا. ما يستفز الجزائريين ربما أكثر من عصا الشرطة التي خرجت بالأمس لتقمع تلك المظاهرات وبالتالي حولتها إلى نوع من الشغب
ونوع من العنف هو الخطاب الذي تفضل به محدثك من الجزائر، وكانه يتحدث عن سويسرا. لو كان شخص سويسري يتحدث عن سويسرا لما قال ما قاله المتحدث من الجزائر عن ما قاله في الجزائر. الواقع هو أن لدينا رئيس مختفي تماما منذ 4 سنوات و8 أشهر لم يتحدث إلى شعبه، لأنه مريض جدا، ولأن هناك جماعة من خلفه هي التي تدير البلاد بدون سند دستوري. وأننا الميزانية التي هي كانت هذا العام 2017 حوالي 41 مليار دولار، ذهبت منها أكثر من 10 ملايير دولار لوزارة واحدة هي وزارة الدفاع، بحيث أن هناك حوالي 15 وزارة بما فيها وزارة الفلاحة والتجارة والصناعة والنقل والمياه لا تساوي ما ذهب إلى وزارة الدفاع، أي إلى أنه يذهب إلى الأسلحة وإلى جيوب الذين يشترون من هنا الأسلحة. هناك مشكلة كبيرة حقيقة، وهي مشكلة رداءة ومشكلة سوء إدارة. سنتحدث عن هذه النقاط ونفصلها. دعني أخذ برأي السيد بوغطاية. سيد بوغطاية، أعلم أن لديك تعليق، سأدعك يعني تعلق على هذه النقطة، ولكن الدولة الجزائرية كما نعلم كانت دائما تستثمر بالسلم الاجتماعي من خلال دعمها يعني بعائدات النفط الأساسية التي تملكها، يعني كانت تدعم السلع الأساسية. السؤال الذي يطرح الآن، هل انتهى هذا الدعم؟ هذا ما يخشاه أيضا الجزائريون. يعني حضرتك قلت لا أزمة اقتصادية، ولكن العديد من الجزائريين يقولون بأن هناك ارتفاع مبالغ به في أسعار المواد الغذائية. أريد أن أشدد على هذه النقطة لأن تقلق المواطن والمشاهد الجزائري. هناك ارتفاع بأسعار الشقق والإيجارات، وأيضا الدخل ما زال محدود، ولا توجد أي زيادة على يعني الرواتب. من هنا الأزمة، فكيف ستتعامل معها الدولة من وجهة نظرك؟ أولا سيدتي، الدولة ما زالت تدعم المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن، وهذا ما لا يوجد في أكثر من دولة سواء محيطة بنا أو البعيدة علينا. والتجار لم يستجيبوا للمحاولات التي حاولها البعض والأخ. بكم تدعمها؟ الدولة ما زالت تدعم إلى يومنا هذا المواد. بكم تدعمها؟ نفس الشيء، لم يزيد أي سعر في المواد الغذائية الأساسية. يا سيدتي، فيما يتعلق بالدقيق والسميد والزيت والسكر والقهوة والمواد الغذائية الأساسية، الدولة ما زالت محافظة على نفس الأسعار نتاع سنة 2016 و15 و14. وفخامة رئيس الجمهورية أعطى أمر للحكومة عشية دراسة قانون المالية، لا زيادة في الأسعار الأساسية للمواطنين ولا زيادة في الإيجار. أي إيجار؟ الدولة الإيجار تاع السكن الاجتماعي، 1 مليون سكن اجتماعي تم إنجازه خلال العهدة الماضية، هو الإيجار تاع السكن الاجتماعي الذي تقوم الدولة ببنائه وتوزيعه على المواطنين الذين لا يستطيعون بناء سكن لا يتجاوز 2000 دينار جزائري. ثانيا، الأخ اللي من تيزي وزو، أنا عايش في الجزائر، لا في لندن ولا في القمر، أنا في الجزائر. والجزائر دولة لا يوجد فيها سجين سياسي، لا على حرية الرأي ولا على حرية التعبير، وحتى النداء تجار في تيزي وزو. كيف تفسر غضب الشباب إذن؟ إلى نداء الإضراب. كيف تفسر غضب الشباب؟ نعم، فرضت عليهم، لأن راني جاي سيدي تالي من تيزي وزو جاوبك، قال لك هناك محاولات سياسية يستغلها البعض في ولاية تيزي وزو، ولكن نحن تيزي وزو وبجاية هم جزء من الجزائر وجزء من الشعب الجزائري، ونحن نوجه التحية لسكان تيزي وزو وبجاية الذين لم ينساقوا وراء المحاولات التي فيها خطوة. من هي هذه الأطراف السياسية؟ يعني هذه النقطة، عذرا عن المقاطعة فقط لكي نفهم سيد بوغطاية، يعني مسؤولون أيضا مقربون من الحكومة الجزائرية كالأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين السيد صويلح، هو اتهم أيضا أطراف مجهولة بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر والعمل لأجندات خارجية. يعني فقط لنوضح، من هي هذه الأطراف السياسية وما هي هذه الأجندات الخارجية؟ هل لديك من جواب لكي أنتقل إلى السيد زيتوت؟ دعيني معلش، دعيني أقول لك، الأمين العام لاتحاد التجار وجهوا نداء إلى التجار، والتجار التزموا بأن لا يغلقوا المحلات التي حاول البعض في بعض المناطق تهديد التجار بغلق المحلات، والتجار صرحوا قالوا لم نقم برفع الأسعار وأن التيفيا 2% ولم تطبق بعد. وأولا أن الجزائر بلد ديمقراطية، ويقول الإضراب ما يقف وراء ذلك المظاهرات في كل الجزائر عندما ما يقف وراء ذلك. سامعيني عندما تطلب
أنا راح نجاوبك راح نجاوبك. المظاهرات مكفولة لمن يطلب ترخيص، مظاهرات سلمية، لا تكسير لا حرق لا الاعتداء على القطاع العام ولا على القطاع الخاص، لأننا في دولة القانون، والذين يحاولون خلق البلبل في الجزائر سوف لن يفلحوا ولن يحققوا مبتغام، لأن شعبنا واعي وعلى مستوى عالي من الوعي، وكل المحاولات من هنا هذه النقطة واضحة. فقط أجبني على سؤالي لكي أكسب الوقت. سيد بقطايا، سيد بقطايا، من هي الجهات السياسية؟ سيد بقطايا اسمعني، أريد أن أكسب الوقت، أريد أن أشرف ضيفي من لندن. من هي سيد بقطايا؟ ستسمعني؟ ستسمعني؟ من هي الجهات الخارجية؟ الجزائر دولة مستقرة، دولة القانون، دولة سيد المجالس المنتخبة، دولة الحرية، حرية صادق. الرأي، حرية سيد بقطايا، سيد بقطايا، إذا لن تسمعني لن يكون هناك حوار. سيد بقطايا، هل نتوقف قليلا؟ يعني إن لم تسمعني لا يكون هناك حوار. أنا أعطيك المجال كاملا، أرجوك التزم معي بالوقت. سألتك سؤال واضح، أجبني باختصار لو سمحت بطريقة مباشرة. من هي الجهات الخارجية أو السياسية التي يعني أدارت هذا الإضراب، أو التي تسعى يعني كما تقول إلى زعزعة على الأقل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وحتى الاقتصادي؟ باختصار شديد وبجواب واحد، من هي هذه الجهات؟ تعلمها؟ سأجيبك باختصار. شوفي راح نجاوبك عليها، نجاوبك بصراحة اسمعيني. أولا الوضع الإقليمي الذي يحيط بالجزائر والوضع المتردي في الوطن العربي من إرهاب وتدمير وجيش الشعب الوطني الذي يحمي الحدود والسيادة والوحدة الوطنية يتصدى لكل أولئك الذين يحاولون الزعزعة المجتمع قصد الوصول إلى السلطة، السلطة من الشعب الجزائري. ونحن ذاهبون إلى الانتخابات في 2017 من الشعب الوطني، وخايفون بأنهم لن ينجحوا في الانتخابات القادمة والشعب وصلت لن ينتخبهم. وحضرتك لم تجاوبني سيد بقطايا. سيد بقطايا لو سمحت فقط أعطيني وقت مع سيد زيتوت الآن. بعض الأطراف لم تسميها سيد زيتوت، هل بإمكانك أن تسميها؟ إلى الوصول إلى السلطة. مرحبا بك، طبعا هذه طريقتهم في الحديث. لحظة سيد بقطايا، سيد بقطايا هذا ليس حوار. سيد بقطايا تلتزم معي؟ هو الذي يمد السلطة. عظيم. سيد زيتوت أنتقل إلى حضرتك. سيد زيتوت من وجهة نظرك من يدير هذه الجهات؟ بكل إرادة وبكل سيد بقطايا أطلب من فريق العمل أن يخفي الصوت. سيد بقطايا التزم معي، أطلب من فريق العمل أن نتوجه الآن إلى السيد زيتوت، لأن بقيت لدي دقيقتين فقط. سيد زيتوت رأيك لو سمحت، بقيت لدي دقيقتين، أعذرني. يعني مؤسف جدا، للأسف الطريقة التي تحدث بها هي طريقة عنجهية لدى كبار عناصر النظام، وهو أنهم لا ينظرون إلى الواقع. هل ممكن أن تعطيني تحليل سيد زيتوت، قراءتك للمشهد لو سمحت في دقيقتين؟ بسيط. ليست هناك أطراف خارجية. شوفي، الأطراف الخارجية في واقع الأمر هي تدعم هذا النظام، لأن من مصلحتها نظام ضعيف في الجزائر حتى تستمر في نهب الجزائر. هناك دول تنهب اليوم الجزائر وتضع يدها على الجزائر لأن النظام ضعيف وضعيف جدا. ولأن النظام ضعيف جدا ونحن نعمم دائما، من هي هذه الدول؟ فرنسا مثلا التي دعمت هذا النظام بكل ما أوتيت، تريد أن يبقى نظام ضعيف لأنها تستطيع بهذا الضعف أن تبتز إلى أقصى الحدود. ما لا تفهمه فرنسا ومعها دول غربية أخرى هو أنه عندما ينفجر الوضع في الجزائر لا قدر الله، وكل المؤشرات تقول أنه سينفجر حتما لأن الناس تجوع ولأن هناك كثير من الذين يجوعون وهناك أوضاع مزرية جدا والنظام منقطع تماما عنهم كما كان الذي يحدثك من قبل، بمقاله السيد بقطايا بأنه لا زيادة في الأسعار وهناك ما زال الدعم مستمر من قبل الدولة على الأقل على السلع الأساسية. يعني أعطيك مثال بسيط لأن وقتك لا يسمح، وإلا كنت سأفسر. عندما يرتفع سعر البنزين وسعر المازوت، عندما يرتفع سعر المحروقات أي بمعنى سعر النقل، سيرتفع كل شيء. هذا معروف، أي اقتصادي أي ساكن أي إنسان يقول لك عندما يرتفع سعر البنزين في أي بلد معين سترتفع الأسعار في كل مكان، سترتفع الأسعار الكهرباء وأسعار النقل وأسعار مواد غذائية وأسعار فلاحية، لأنها تعتمد باختصار بسيط تعتمد على الطاقة. ترتفع أسعار الطاقة ترتفع الأسعار أوتوماتيكيا وآليا. مشكلتهم أنهم لا يعترفون بذلك. نعم هناك دعم لبعض السلع لا شك في ذلك، لكن هذا الدعم الناس لا تعيش فقط على السكر أو القهوة أو السميد فقط، حياة الناس متعددة وكبيرة وفيها مشاغل كثيرة. وعندما نقول من أن عدد كبير جدا من الجزائريين اليوم تحت خط الفقر، هناك من يضعهم في حدود 50%، وهذا سيزداد ملايين آخرين بكل أسف. نعم، شكرا لك السيد محمد العربي زيتوت، أعذرني عن انتهاء الوقت. سيد صادق بقطايا،
أتمنى عليك التزم معي بالوقت مرة ثانية. أشكرك على حضورك معي. نعم. وعلى أرائك، على الرغم من أنك لم تلتزم معي بالوقت، ولكن يعني